عذاب القبر وعذاب الآخرة؟ القبر ليس فيه عذاب لأنه لا عذاب إلا بعد حساب، والحساب هيبقى في الآخرة. إنما القبر بس شرة الحياة منعت من النفس، وشاف نفسه جمد في التراب، فيعرض عليه عذابه في الآخرة. إن كان صالحا يعرض عليه العذاب، وإن كان مؤمنا يعرض عليه الثواب. ويوسف يقوم طول ما هو شايف الحاجة الحلوة يبقى في سرور، وشايف الحاجة اللي تنتظره في الآخرة يبقى في عذاب. يبقى عذاب القبر عرض لمنازل الآخرة. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب يعرضون على الزمن بالنسبة للإنسان إيه؟ حياته، مماته، بعثه. هم في الحياة ما عرضوش على النار، الفرعون ما عرضوش في الحياة على النار، خلاص يبقى لم يبق إلا زمانين اثنين: زمان الموت اللي هو البرزخ، وزمان الايه؟ الآخرة. أما زمان البرزخ فقال النار يعرضون عليها، ولما زمان الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، هنا عرضوا إلى إدخال. يبقى هذا الفرق بالايه؟ بالاثنين. والإنسان ساعة يعرض عليه، يعني مثلا رئيس الجمهورية ولا الملك عزمنا، وبعدين دخلنا كده لقينا ايه؟ موائد جميلة أو أهدين اللي هناكله، نفضل مبسوطين لحد ما نروح ناكل. طب وإذا كان الواد دخل القسم في جريمة ولا بتاع، وشاف الفلكة بتعيده والكرباج محطوط والسلسلة والقيد ولسه ما عملوش في حاجة، يبقى بس معروضة عليه رسائل، هذا يبقى في عذاب إلى أن يأتي.